ومشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل والذي وردنا الآن، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية والمتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار المسؤولين بالشركة. هذا وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بأن اللقاء قد تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة أباتشي التي تعد أكبر منتج للنفط في مصر، فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر. هذا وقد رحب السيد الرئيس برئيس شركة أباتشي مؤكدا سيادته دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، فضلا عن دورها المجتمعي المقدر في مصر، معربا سيادته في هذا الإطار عن الترحيب بالاتفاق الأخير الذي قد تم بين الشركة وزارة البترول لتوسيع نشاطها في مصر في مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة في المنطقة، موجها سيادته بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة الأمريكية وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، ومؤكدا في هذا الخصوص استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة الشركات الأمريكية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين. من جانبه أشاد السيد كريستمان بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للسيد الرئيس والتي قادت مصر لتصبح نموذجا تنمويا واقتصاديا ناجحا ليس فقط على المستوى الإقليمي بل عالميا أيضا، مشيدا بتميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامها بتطوير الاستثمار فيها، ذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلا عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه بما فيها الموقع الجغرافي المتميز والاكتشافات في مجالي البترول والغاز والبنية التحتية المتطورة.